معكم عند فخر ديال الليجية في مسافة 400 متر، والحمد لله اليوم كلاسيت سيزيام بلاص، وحطمت الرقم القياسي ديالي وقمت فيك، وكانت منافسة جدا صعبة، ما كنتش متوقع هذه المنافسة، وديت أنا ديت وش عليا. وإن شاء الله نوعدكم خرج نجيب الميدالية إن شاء الله، ونزيد نخدم مليح مع المدرب ديالي صالح طه. ميرسي، بارك الله فيك. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.